عمرو الحالي، كامل سلام عبد الحميد عامر 138 بأمر إحالة، عمرو يوسف مبروك عبد الصمد 143 بأمر إحالة، بنيان محمد سعيد بالكامل أيوب رسل الأيسر ووضعوه في سيارة نصف لحظة، جابوا به البلدة مبتهجين بفعلتهم متفكرين والبيضاء، وطلبوا رجالي بتسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل الخروج الآمن، واضطروا للموافقة وقبول عرضهم بسبب محاصرتهم ونقص عبادهم ونفاذ ذخيرتهم. عندما سلموا